نروح نشوف جانب من المؤتمر الصحفي لفيتوريا ونرجع لكم مرة تانية. مساء الخير، بنشكركم جزيلا على الحضور النهاردة. سعادة ان انا احضر مؤتمر صحفي وتكون الصالة مليانة بالشكل ده. ان شاء الله نأمل ان هي تكون باذن الله توفيق بالنسبة لنا النهاردة البداية، وباذن الله تكون حاجة تمنحنا ان احنا نوصل لأهدافنا ان شاء الله. نبدأ المعسكر يوم 2 يناير. Esta primeira semana irá durar até o dia 7 com o jogo contra a Tanzânia. هتكون يعني تقريبا فترة أقل من أسبوع بس هتنتهي معنا بمباراة ودية أمام فريق تنزانيا. Vai realizar-se, esse estágio vai realizar-se na nova capital. المعسكر المرة دي هيكون في العاصمة الإدارية. Iremos lá ficar concentrados no hotel e iremos treinar também lá. هيكون المعسكر في منطقة العاصمة الإدارية وكمان التمارين بتاعتنا هتكون في الملاعب هناك. والجوغ السات depois do jogo de 7 iremos fazer uma pausa de um dia para os jogadores estarem com as suas famílias. بعد مباراة يوم 7 هندي زي راحة أو فترة قصيرة من الراحة للاعبين اللي هي هتكون يوم 8 عشان اللاعبين يقدروا يزوروا أسرهم ويشوفوهم قبل ما نسافر. يوم 9 هيكون السفر إلى ساحل العاج. وإن شاء الله نكمل هناك.